بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. نعم، نطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعيد مع نطلع هذه الحلقة الشيخ صالح إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. صاحب هذه الرسالة عرضنا له سؤال في حلقة المدد، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان. سؤاله الأول يقول: هل يجوز بناء مسجد فيه قبر أم يجب هدم القبر؟ جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا القبر الواحد ولا أكثر من قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وحذر منه غاية التحذير حتى وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولما أخبرته بعض أزواجه عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين يبنون المساجد على القبور. ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد، لا بالبناء عليها ولا بالصلاة عندها ولو لم يبنى مسجد. تحري الصلاة عند القبور أو تحري الدعاء عند القبور، كل ذلك من وسائل الشرك، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ومن اتخاذها مساجد المنهي عنه في الأحاديث الصحيحة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لأن ذلك وسيلة للشرك. فالواجب تجنب الأمكنة التي فيها قبور، وبناء المساجد في أمكنة خالية من القبور. وإذا بني المسجد على القبر وكان القبر قديما، فإنه يجب هدم المسجد. وإن كان الأول المسجد ثم دفن فيه الميت من جديد، فإن الواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. الحاصل أنه لا يجتمع مسجد وقبر أبدا، ليس هذا من دين الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لإنسان بعد الاستحمام أن يصلي بغير وضوء مع أنه لم ينوي الوضوء؟ لابد من نية الوضوء، والأفضل والأكمل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، هذا هو الأفضل والأكمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولكن لو نوى الحدثين جميعا الأكبر والأصغر ثم أفاض الماء على جسده، فإن هذا يكفيه عن الاغتسال ويكفيه عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: خديجة إبراهيم سودانية ومقيمة في سلطنة عمان، حينما كتبت الرسالة تسأل وتقول: هل النوم بعد صلاة الصبح وطلوع الشمس مباشرة مكروه، علما بأن عملية الثانية عشرة والنصف؟ لا شك أن الاشتغال بذكر الله عز وجل في أول النهار وبعد صلاة الفجر وتلاوة القرآن أن هذا أفضل وأحسن، يستقبل النهار بالعبادة وذكر الله عز وجل، النوم يفوت ذلك على المسلم. وكذلك الأعمال الدنيوية، البكور فيها، البكور في طلب الرزق، هذا من النوم والكسل، لقوله صلى الله عليه وسلم يحثه صلى الله عليه وسلم على البكور في طلب الرزق. ولكن لو نام بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا مانع من ذلك، إلا أنه خلاف الأولى والأفضل. ما ذكرته من أن عملها يبدأ في الثانية عشرة والنصف، لا بأس،
حتى لو كان عندها فرصة من العمل والعمل يتأخر، فكما ذكرنا كونها تشتغل بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن في هذه الفترة أحسن لها من النوم. وكذلك إذا كان عندها أشغال دنيوية في بيتها فكونها تشتغل بها قبل الذهاب إلى العمل أفضل لها من النوم وأحسن. كأن هذا يعطيها فرصة أوسع في الثالث. نعم، يعطيها فرصة أوسع وينشطها أيضا. بارك الله فيكم. تسأل رأيكم شيخ صالح وتقول: ما رأيكم في إمامتي لزميلاتي في العشاء والتراويح في رمضان؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تأم المرأة النساء وتصلي بهن في التراويح وفي الفريضة، لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد القيوم عدي الحاج يسأل ويقول: أنا عقدت أن أصوم الخميس طوال السنة لكني لا أصوم معه الاثنين، فهل الصيام يكون مخالفا للرسول بعدم صيام الاثنين والخميس معا؟ يكون هذا عملا ناقصا، ثم ان المسلم يصوم الاثنين والخميس تطوعا من كل اسبوع، فاذا صام الاثنين فقط وترك الخميس او العكس صام الخميس وترك الاثنين فانه فإن عمله يكون ناقصا، لكن صيامه صحيح ويجر عليه إن شاء الله، لكنه ناقص. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت مسافر وأقصر الصلاة ولم أدرك مع أحد الأئمة إلا الركعتين الأخيرتين، فهل إذا سلمت أكون قد أديت فريضتي كمسافر؟ لا، من دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة فإنه يتم الصلاة ولو لم يدخل معه إلا في آخرها، لأن حكم المأموم حكم الإمام. إذا كان الإمام يتم فإنه يجب على المأمون أن يتم ولو كان مسافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الأخوات رحمة وسليمة المهدي من ليبيا، يسألنا جمعا من الأسئلة. في السؤال الأول: بالنسبة للسجود في الصلاة، هل ينزل الشخص بيديه أو ركبتيه؟ فإننا قرأنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها من تأليف محمد نصر الدين الألباني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وكان يأمر بذلك، فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، اختلفت الأحاديث التي وصفت الانحطاط للسجود، والراجح منها والصحيح منها أنه يضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فالانحطاط للسجود يكون أول ما يقع على الأرض أسفل الإنسان، ثم ينزل شيئا فشيئا أعلاه، خلاف البعير، فإن البعير إذا هبط إلى الأرض بالبروق فإن أول ما ينزل إلى الأرض أعلاه. أمر الإنسان أن يخالف البعير، لأن الإنسان نهي عن التشبه بالبهائم في الصلاة، ومن ذلك التشبه بالبعير في كونه أول ما ينزل إلى الأرض يداه، أول ما ينزل إلى الأرض من البعير يداه، نهي الإنسان أن يوافقه، وأمر بأن يكون أول ما ينزل إلى الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح، هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد في بعض الروايات وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا كما قال العلامة ابن القيم، هذا فيه قلب في الحديث، انقلب على الراوي. والصحيح هو ليضع ركبتيه قبل يديه كما دلت عليه الأحاديث، وكما أن هذه هي الصفة المخالفة لبروك البعير الذي نهينا عن التشبه به. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، للشيخ الألباني آراء في الحجاب وفي حلي النساء وهكذا في الصلاة كما ذكرت هذه السائلة وكما ذكرت أنه في أحد كتبه، ما رأي الشيخ صالح؟ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله رجل فاضل وعالم جليل بلا شك، وله مجهود في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع، فجزاه الله خيرا، ولكن له اجتهادات فقهية قد يصيب فيها وقد يخطئ، فهو كغيره يصيب ويخطئ، فنحن نأخذ الصواب ونترك الخطأ من الشيخ الألباني ومن غيره. طيب. هذا هو موقف المسلم من أقوال أهل العلم.
يأخذ منها ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل وإن كان صاحبه مجتهدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب جزاكم الله خيرا. موقف القارئ أو المتعلم حينئذ شيخ صالح إذا ما قرأ مثل هذه الآراء وعمل بها وحينئذ اكتشف أنها على غير الراجح من أقوال العلماء، فما هو التوجيه حينئذ؟ الواجب على القارئ والمتعلم إن كان يدرك معرفة الراجح من المرجوح ويعرف الأدلة فعليه أن يأخذ ما ترجح بالدليل، ولا يجوز له أن يأخذ القول المرجوح نظرا لأنه يحب صاحبه أو يعطف على أو يجل صاحبه، فإن الحق أولى أن يتبع. أما إذا كان هذا القارئ أو المتعلم مبتدئا ولا يحسن الاستدلال والترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم، أن يسأل الثقات من أهل العلم ويأخذ بأقوالهم أهل العلم الذين يعرفون الراجح من المرجوح ويعرفون الأدلة ويأخذ بأقوالهم. وإذا قدر أن إنسانا أخذ بآراء شخص ثم تبين له أنه مخطئ فيها أو في بعضها الله يغفر له ذلك لأنه لم يتعمد الخطأ، لكن عليه بعد ما تبين له الحق أن يأخذ بالحق وما مضى يعفو الله عنه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين كما كتبت هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا كتبت. تسأل شرح هذا الحديث. هذا اللفظ الذي جاء فيه السائل خطأ، ليس فيه لا يرقون ولا يسترقون، إنما فيه لا يسترقون فقط. أما كلمة لا يرقون فإنها خطأ من بعض الرواة، والصواب لا يسترقون، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. فهؤلاء السابقون من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنهم تركوا هذه الأشياء الطيرة، والطيرة هي التشاؤم واعتقاد الشؤم في بعض الأشخاص أو بعض البقاع أو بعض الحيوانات وأن ذلك يضره، وهذا شرك بقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك لأنها اعتقاد غير الله سبحانه وتعالى. ولا يسترقون الرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الأدعية الشرعية، والرقية مشروعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. ولكن يسترقون بمعنى يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فطلب الرقية من الناس جائز لكنه خلاف الأفضل، الأفضل عدم طلب الرقية من الناس لأنه من نوع السؤال والحاجة إلى الناس. فهؤلاء الصالحون تركوا سؤال الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس الرقية لأن هذا من الحاجة إلى الناس وسؤال الناس، فهم استغنوا بالله عز وجل عن سؤال الناس، والسؤال مكروه، سؤال الناس مكروه إلا عند الحاجة أو الضرورة. هذا وجه كونهم لا يسترقون، أنهم تعفوا عن سؤال الناس اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. والكي معروف كي نوع من الطب النبوي وهو نافع، ولكنه يكره نظرا لكونه من التعذيب بالنار ولا يلجا اليه الا عند الحاجه، فاذا احتج اليه فلا باس به، لكن مهما امكن الاستغنى عنه فهو احسن. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل تتفضلون بشرح حقيقه التوكل في هذا المقام شيخ صالح؟ التوكل على الله وتفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في جلب الخير ودفع الشر، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن الذي أمرنا بالتوكل أمرنا أيضا بأخذ الأسباب النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين ومع هذا كان يأخذ بالأسباب، كان يتزود للسفر عليه الصلاة والسلام وكان يلبس السلاح
ويلبس الدعوة عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحد الأسباب. بارك الله فيكم. هناك من يقول إن الأسباب لا تغني شيئا، شيخ صالح، الأسباب لا تغني شيئا بنفسها، ولكنها تغني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بها النفع إنها تغني. بارك الله فيكم. هل هناك شيء يقع بدون سبب شيخ صالح؟ الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء أسبابا. طيب. قد تكون الأسباب ظاهرة وقد تكون خفية. لا يقع شيء بدون سبب، ولكن قد يكون هذا السبب ظاهرا لنا. نعم. وقد يكون خفيا. لا نعلم به. بارك الله فيكم. الذين يزهدون في الأسباب، ما رأي الشيخ صالح فيهم؟ الذين يزهدون في الأسباب مخطئون، ولهذا يقول العلماء الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب، ترك الأسباب أن تكون أسبابا قدح في الشريعة، وتعطيل الأسباب قدح في الشريعة، قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقول فإذا قويت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فطلب الرزق ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء في موسم الحج، هذا من الأسباب. الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وتعطيل الأسباب هذا أمر لا يجوز، والذي يدعو إليه هذا مخطئ ولا يعمل هذا بنفسه. هو وإن قال هذا فإنه لا يعمل هذا بنفسه. هل هو يترك الطعام والشراب؟ هل هو يترك الزواج ويقول إن قدر لي أن أعيش فإني أعيش بلا أكل ولا شرب، وإن قدر لي أولاد فإنهم يحصلون بدون زواج؟ هذا لا يقوله أحد. وقع الشيخ صالح، ولا سيما في هذا الزمان نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من الإيضاح حول هذا الأمر، لأن بعض المتحدثين يتناولوا قصة مريم عليها السلام ويتحدث حول هذا الموضوع ليصل في النهاية كما يزعم أنها رزقت بدون سبب. مريم رزقت بسبب، بأعظم الأسباب، هو الدعاء. الدعاء والصلاح عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الأسباب. أعظم الأسباب هو الدعاء والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الله أمرها بأن تعمل السبب، قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأمرها الله بهز النخلة فتساقط على، والهز هو سبب من الأسباب. النخلة لا تساقط الرطب بدون أن تهزها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أو يسألنا الأخوات، هل تدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أثناء الصلاة وبذلك يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ليست في السجود. السجود إنما يقال سبحان ربي الأعلى، ويدعى في السجود ويكثر من الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثره من الدعاء، فقال من أن يستجاب لكم. السجود محل تسبيح لله سبحانه وتعالى، يعني يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب في السجود مرة واحدة وما زاد عليها فهو سنة، وأيضا يدعو الله عز وجل بما تيسر له من الأدعية. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محلها في التشهد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في أول يوم من شهر رمضان لم يثبت لنا بأنه صيام مؤكد، ولكن بعد قليل قيل لنا أنه صيام مؤكد، والحمد لله. ولكن هناك امرأة بعد أن علمت أنه صيام مؤكد استمرت في الأكل، فهل عليها إثم أو كفارة؟ وما حكم الشرع في ذلكم العمل؟ إذا لم يعلم هلال رمضان إلا في أثناء النهار، يعني بعد طلوع الفجر، فإنه يمسك بقية هذا اليوم ولا يأكل ولا يشرب، ويقضي هذا اليوم لأنه لم يصومه كاملا، أنه مر عليه فترة لم يصوم فيها وهي بعد الفجر. فإذا علم بدخول الشهر في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ولا يشرب، ويعمل كعمل الصائم، لكنه يقضي هذا اليوم من يوم آخر لأنه لم يصمه كاملا، حيث مرت عليه فترة لم ينوي فيها الصيام. بارك الله فيكم. تقول امرأة قالت لزوجها وهي أثناء ذلك القول لا تريد أن تعود إليه، أنا مثل أختي، ثم عادت إليه، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل عليها إثم في قولها هذا؟ إذا ظاهرت المرأة لزوجها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة
رقبتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صامت 3 أيام. جزاكم الله خيرا. في أثناء الصلاة وأنا أصلي وفي أثناء قيامي لقراءة القرآن أجد نفسي أفكر في أشياء خارج الصلاة، وكذلك أثناء قراءة القرآن خارج الصلاة، وإنني أحيانا لا أجد حلاوة الإيمان ولا أكون خاشعة في الصلاة، أفيدوني كيف أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا قل من يسلم من وجود الهواجس في الصلاة، وأن الإنسان قد يخرج بتفكيره عن الصلاة، هذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد، ولكن الواجب أن الإنسان يرد نفسه إلى الصلاة. إذا أحس بشيء من ذلك فإنه يرفض هذه الهواجس ويعود إلى صلاته وحضور قلبه فيها، ولا يضره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية، بعثها ورمز إلى اسمه بالحروف ميم عين، فيقول: إنني نظرت نظرا بأن أدفع مبلغ 1000 جنيه مساعدة في بناء المسجد للقرية إذا سافرت أي بلد عربي، وفعلا ربنا أكرمني وجئت إلى السعودية مدرس في مدارس المملكة، ولكنني في احتياج إلى مبلغ لأبني به مستقبلي، فهل أخفض المبلغ أو ربنا يغفر لي أو لازم أقضي النذر؟ دليني جزاكم الله خيرا. إذا توفر لديك مبلغ خارج عن الضروريات لك ولأولادك فإنه يجب عليك الوفاء به. إذا توفر لديك مبلغ من المال يزيد عن حاجتك وحاجة من تمينه فإنه يجب عليك أن توفي بنذرك. أما إذا لم تقدر إلا على ما يكفي لك ولأولادك فإنه لا يجب عليك شيء، لأنك غير مستطيع، لأنك حينئذ غير مستطيع، فتنتظر إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى توفر هذا المبلغ ثم توفي بنذرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر على ابن آدم كما لا يملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر بما صيت الله ولا بما لا يملكه الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا مريت على أرض زراعية في رمضان وقد أذن المغرب فنزلت تلكم الأرض وأكلت من زرعها، وهذه الأرض ليست لي وأنا بعيد عن بلدي، فهل صيامي مقبول؟ جزاكم الله خيرا. إذا مريت على أرض زراعية في رمضان وقد أذن المغرب فنزلت الأرض وأكلت من زرعها، وهذه الأرض ليست لي وأنا بعيد عن بلدي، فهل صيامي مقبول؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر الإنسان بزرع أو بثمر فله أن يأكل منه بفيه ولا يأخذ منه شيئا يصطحي منه، لا بأس بما يأكله حال مروره ويتناول من الثمر أو من الزرع، ولا يحمل معه منه شيء، إلا إذا كان هذا الزرع محصنا أو عنده حارس إنه لا يأخذ منه شيئا. أما إذا كان هذا الزرع غير محصن أو ليس عنده حارس فلا بأس أن يأكل الإنسان الماء إذا مر به، من غير أن يتخذ معه شيئا منه يصطحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، غير أن يتخذ خبنة، يعني يتخذ معه شيئا منه يصحبه معه. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام طلب الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ هل اللحم فيه شيء؟ وهل نتوضأ إذا شربنا لبن الإبل؟ جزاكم الله خيرا. أما اللبن والمرق والشحم فهذا لا يجب الوضوء، أما اللحم لحم الإبل فإنه يجب الوضوء على الصحيح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. أما الحكمة في ذلك والسر فالله أعلم، الله أعلم ما هو السر في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الزلفي بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة: أم سلطان، أم سلطان تسأل عن كيفية صلاة الوتر، وهل يجزء بالقراءة سورة الإخلاص؟ الوتر الأكمل أقل الكمال 3 ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أعلى الكمال، والمجزي ركعة واحدة يقرأ فيها سورة الإخلاص بعد الفاتحة. جزاكم الله خيرا. تقول: عند أداء فريضة الحج وذلك قبل 25 سنة طلب أخو زوجي أن يرمي عني
المؤتمرات ووافقت لأني لا أعلم الحكم في ذلك، فهل علي شيء؟ إذا كنت عاجزة في ذلك الوقت عن رمي الجمرات ووكلت من يرمي عنك فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تقدرين على الرمي ولم ترمي ووكلت من يرمي عنك فالرمي غير مجزي ويكون عليك دم، يعني تذبحي فدية في مكة وتوزعينها على أهل الفقراء، هذا إذا كنت قادرة على الرمي في ذاك الوقت. نعم. أما إذا كنت عاجزة فالوكالة صحيحة ورمي النائب يجزي عن الموكل، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد